بعد تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي يوم 20 سبتمبر 2020 انطلقت حملة مغربية إعلامية تحريضية شوفينية شعواء ضد الهيئة وضد مناضلات ومناضلي الهيئة وفي مقدمتهم رئيس الهيئة. وهذه الحملة انخرطت فيها أصوات معروفة وأصوات غير معروفة، انخرطت فيها مواقع إلكترونية في فيسبوك وفي تويتر وحتى إعلام مغربي رسمي يتحدث باسم بعض الأحزاب المغربية، بل للأسف الشديد انخرط فيها أيضا حتى من يدعون أنفسهم أنهم من المجتمع المدني المغربي وأيضا حقوقيون ومحامون. هذه حملة ممنهجة ومنظمة وكانت تحضر لما يعني لسيناريو معين استكملت أدواره يوم أمس 29 سبتمبر بعد إعلان هيئة قضائية تابعة للاحتلال المغربي هنا بمدينة العلا المحتلة على لسان وكيل عام لملك دولة الاحتلال، يقول أنه سيفتح ملفا قضائيا في البحث عن حيثيات هذا التأسيس ومتابعة وإنزال العقوبات على أعضاء المؤسسين. نحن مصرون داخل الهيئة الصحراوية على مواصلة معركتنا النضالية من أجل الحرية والاستقلال والدفاع عن كرامة الإنسان الصحراوي بكل ما أوتينا من قوة بكل الطرق السلمية والمشروعة حتى نيل الهدف المنشود ألا هو الاستقلال الوطني.